fucking with me, call up on a OC and show up and then they shut down. I've been fucking on some poppin' fearless, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be spoken like a rock star. السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. من فيتش ستاديوم بمدينة سوتشي أمام 49 ألف متفرج يحضرون هذه المباراة الأولى الكبيرة في هذا المونديال بين العملاقين البرتغال وإسبانيا. كل واحد محمل بهمومه، كل واحد محمل بطموحاته، كل فريق أيضا محمل بالجماهير الغفيرة الوفية الحاضرة هنا والغفيرة الوفية الموجودة في البرتغال وفي إسبانيا. هذه تشكيلة منتخب البرتغال في هذه الأمسية مع باتريسيو في حراسة المرمى، سواريش سيكون على الجهة اليمنى، جيريرو على الجهة اليسرى، فونتي مع بيبي في وسط الدفاع، موتينيو رفقة كارفايو، برناردو سيلفا، فرنانديش، جيديش وكذلك كريستيانو رونالدو رأس الحربة. في الجهة المقابلة منتخب إسبانيا بكل ما تحدثنا عنه بعد مغادرة لوبيتيغي، دافيد ديخيا في حراسة المرمى، ناتشو سيكون على الجهة اليمنى، جوردي ألبا على الجهة اليسرى، سيرخيو راموس رفقة جيرار بيكي في وسط الدفاع، بوسكيتس مع كوكي وإسكو، إنييستا، ديغو كوستا ودافيد سيلفا. المدربان كل من فرناندو ييرو وفرناندو سانتوس، واحد عنده 4 سنوات وهو يشرف على منتخب البرتغال، فاز معه بلقب كأس بطولة أمم أوروبا، هو الثاني عمره 4 أيام على رأس المنتخب. في سيناريو لم يكن متوقع، سيناريو كنا نعتقد بأنه يحدث فقط في إفريقيا في بعض البلدان والنوادي والمنتخبات الإفريقية وبعض النوادي والمنتخبات العربية عموما، ولكن هو يحدث في إسبانيا وما أدراك ما إسبانيا. في حضور جماهير كبير وبقيادة حكم المباراة جيانلوكا روكي، أكيد سنشهد مباراة كبيرة اليوم بين الإسبان الذين لا يتفائلون باللباس الأبيض منذ سنوات طويلة جدا، أكثر من 20 سنة الإسبان لم يفوزوا في مباريات في نهائيات كأس العالم أو كأس أمم أوروبا باللباس الأبيض. هل سيستمر فأل هذا الفأل يلاحق الإسبان خاصة مع الظروف الصعبة التي يعانونها؟ هذا هو المدرب فرناندو سانتوس، يدرب منتخب البرتغال منذ 2014، بينما كما قلت فرناندو ييرو منذ 4 أيام فقط، الآخر واحد منذ 4 سنوات والآخر منذ 4 أيام. واضح على وجهه القلق فرناندو ييرو، ولو أنه الضغط لن يكون عليه تماما لأنه اليوم كان بمثابة المنقذ بالنسبة لمنتخب إسبانيا في ظروف يعرفها الجميع. هل هذا الأمر سيخفف الضغط على ييرو؟ هل سيزيد من الضغط على اللاعبين الإسبان بكل خبرتهم وتجربتهم؟ الجواب طبعا سنعرفه في هذه المباراة وسنعرفه في المباريات القادمة. ضربة الانطلاقة يعطيها حكم المباراة جيانلوكا روكي في هذه اللحظات من عمر اللقاء، يبدأ مشوار إسبانيا ومشوار البرتغال في هذا المونديال. هل ستعود إسبانيا وتتوج باللقب في ظل كل هذه الظروف؟ هل سيفعلها ميسي هذا الموسم؟ هل سينتقم البرازيل؟ هل سيثور رونالدو؟ هل ستحدث المفاجأة؟ الجواب سنعرفه في 15 من شهر جويليا المقبل. أولى الكرات وبيكي معروف، هل سيفعلها ميسي هذا الموسم؟ هل سينتقم البرازيل؟ انتزع صعبة للبرتغال، كرة خطيرة، الموتينيو، رونالدو، 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 بابا بابا، ضرب الجزاء، فعلها الحكم روكي، فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان، وضرب الجزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة. حكم اللقاء يعلن ضرب الجزاء كريستيانو رونالدو، والعرقلة من ناتشو مدافع ريال مدريد أمام مهاجم ريال مدريد، كريستيانو فعل في الأربعة نهائيات، يصعد جول رونالدو، يفتح مجال التسجيل للبرتغال، يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي، تهتز لشبونة ويهتز البرتغال. رونالدو يفتح مجال التسجيل أمام الإسبان، رونالدو أمام رفقه السابق، رفقه في الريال، كريستيانو رونالدو يسجل جول، هو هدف رقم 82 مع منتخب البرتغال في 150 مباراة. نعم إنه كريستيانو الغول، يفتح مجال التسجيل. البحث من هنالك عن رونالدو وجديش، رونالدو
محميين النجوم الكبار رونالدو وميسي من زمان يعني، ولو أنه زمان لم يكن مارادونا محمي بنفس الكيفية التي هو محمي بها اليوم، على الأقل يلعبوا 5 6 7 تمريرات. لو أننا في الدقيقة وبداية يعني قبل يومين يا ضربة جزاء صريحة وصحيحة. العرقلة كذلك كانت واضحة من إيسكو، ما زال يلعب إيسكو، خطيرة، كرة رائعة من قبل ديغو كوستا في اتجاه دافيد سيلفا، يسدد بيمناه كرة بعيدة في مباراة رقم 120. رائعة من دافيد كوست، من ديغو كوستا يلعب إيسكو، إيسكو 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 دافيد سيلفا، بابا إنيستا، والتغطية الدفاعية، جوردي ألبا يبحث عن دافيد سيلفا، بعيدة بعيدة، وبعدين دافيد سيلفا قصير، بابا بابا رائع، إيسكو بعيدة في القائمة الثانية، وستاش قداش قداش مازال قداش، راموس في التغطية يتفوق على كونسالو قداش في مباراة رقم 11، ومهاجم نادي فالان في اتجاه كوكي يلعب مع بيكي، الضغط العالي هنا من قبل اللاعب هرع بالبرتغاليين، ليس هناك خطا، برتغاليا الكره، الحكم خلى الافضليه، لا، ويقول خطا وبطاقه صفراء يا بوسكيتس، البطاقه الصفراء الاولى في المباراه لسيرخيو بوسكيتس، وسط رونالدو، الحكم يقول كان فيه دفع على الجدار وخطأ على الجدار في نهاية المطاف. كريستيانو رونالدو هو الذي سدد هذه الكرة الساقطة الذي ضربت في رأسه. نعم، عندما تكون تشاهد المباراة أنت تشاهد حامل الكرة وما يفعل بها الكرة، وللعب رائعة جدا اللاعب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي. وصل على ديغو كوستا، كرة خطيرة، ديغو كوستا مازال يطلب إيسكو، إنيستا إنيستا إنيستا، بابا 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 بابا، جول ثاني، اخطر فرصة لدافيد سيلفا هذه المرة كانت ملعوبة من عند إنيستا، وبيكي لم يقدر عليها، ثم جيريرو، بابا 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 بابا، فنان انت يا رونالدو، تمريرة من اروع ما يكون في اتجاه قداش، كوستا 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 كوستا، بابا بابا كوستا، جول بابا بابا، جول كوستا 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 كوستا، عملاق انت يا ديغو، نعم، واحد كرة عالية، هل هناك خطأ سيدي الحكم ام ماذا هنالك؟ جول لديغو كوستا، حكم المباراة جيانلوكا روكي يعرف بأن ديغو كوستا خداع، يعرف بأن ديغو كوستا ماكر، يعرف بأن ديغو كوستا ساحر، يعرف بأن ديغو كوستا يباغت وخداع، هل ارتكب خطأ ديغو كوستا أم لا؟ يا روكيا، يا روكيا، احتسب حكم المباراة الجول أم لا؟ نعم، وتزيد بابا بابا جول، بابا بابا جول، هل دخلت يا سيد الحكم؟ يا سلام، وضعية تسلل يحتسبها حكم المباراة، وإيسكو يقول الكرة دخلت، لو دخلت يا إيسكو الكاميرا المعادة تثبت ذلك. أوبا، جوردي ألبا، جوردي ألبا، دي بابا بابا بابا، لعبة بلاي ستيشن هذه الكرة على الطريقة البرشلونية الكتالونية، نعم، جوردي ألبا من هنالك، كرة من ديغو كوستا، جوردي ألبا، جوردي ألبا، إنيستا، إنيستا بيسراه، أوي ده من بيبي، خطيرة، وبابا خطيرة، رونالدو، بابا بابا، جول 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 جول، رونالدو يحدث زلزال في فيش ستاديوم، وخطا بادح من دافيد دخيا، دافيد من كرة واحدة، من لعبة واحدة، من تسديدة واحدة، ثنائية تاريخية لكريستيانو رونالدو، ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع الإسبان، ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع الإسبان، لقاء بامتياز، الكرة من دافيد سيلفا، خطيرة، با 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 با، جول ديغو ديغو ديغو، لست مارادونا ولكنك كوستا، لست مارادونا ولكنك كوستا يا ديغو، رونالدو ثنائية وديغو ثنائية، كريستيانو ثنائية وكوستا ثنائية، هدفا لمثلهما بين رونالدو وكوستا، بين البرتغال وإسبانيا منذ حين
قلت لكم ما زال ستشاهدون العجب في هذا اللقاء. من هنالك بوسكيتس ومن هنا ديغو كوستا يحبد هكذا وضعيات وهكذا دخلات وهكذا خرجات ويتفوق على دفاع البرتغال ويسجل جول. العنيد ديغو كوستا يسجل جول. البلدوزر سجل ثنائية. بابادافيد ويسكو دخلوا وما زال بابا جول. بابا جول. ناتشو. إسبانيا. انتفض المتدر. انتفض الإسبان. أين هم البرتغاليون؟ أين أنت يا كريستيانو لتنقذ بلدك؟ إسبانيا تنتفض في سوتشي. إسبانيا تصنع العجب. هدف آخر ولا أروع. يا له من جول يا ناتشو. خلوني نقول جول. اضربها ناتشو صاروخ. حطها بالكيفية الرائعة. ضربت في القائم ودخلت جول. يا باتريسيو. ناتشو مع جارارا. سيلفا جوردي ألبا خطيرة. يا ديغو انت اللي عندك سبع ارواح يا ديغو كوستا. البرتغال عنده سبع ارواح. كرة خطيرة من عند كواريشما وصلت مباشرة لموتينيو. جول 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 جول. وما زال رونالدو. وما زال تنفيذ المخالفة. رونالدو. امسك شعرك. امسك صدرك. امسك بطنك. اسبانيا تسيطر. اسبانيا تستحوذ. اسبانيا تتفوق. رونالدو رونالدو رونالدو. جول 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 جول. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا. صلاتنا توصل.